تهزمهم البس البيت تروح رد عليا هاي قريب اختاني امي اسحب تعرف اللي بابا دبرت له انت دبرت على روح خيمك وراسك يا امي قابلت اليوم عم الطاهر وقال لي اني جايكم للدار شكون عمك الطاهر زيادة ليفك علي اختاني هاي سرقة مسرح الطلعات اسمع قلت لك مش عربي قيمي انت اليوم فارك يلعب عزبي والله يلعب على السكر باللي يسمع بالاخبار يا ودي سكر عليه بامك اختاني رخراخي في وزني به كلمة زال فيها شوية من وسخ الدنيا تقعد باك مدوب زال اي يحطب وحده ويظله ما لقيت حنا بابا اليوم نادل وسعده هاي قالي كلم جدك ولا تفدك كلامي ينقش عد الحجر والله والله يلو كان تضر البيعة متاعك مقطع ورحمة تمي بشوية يلو ما ترى من عندي كيف يكون نفس زان يا بي كفك واعقد النية راهي خضرة وراك وقدامك هات انت ايش عندك اصحاب اذا صب يرش الناس كل اصحاب اي نعم اصحاب جاي اكحل ما فيها مرة من العظيم اسمع ومهى يا ودي بحرم اللطف الله ان شاء الله يحط اصحابك في الخلايا يعني ودي قداش تعرف تظلم والله اصحاب جاي يصب في دارنا ونولي ونعمهم غير مقدم بالله يقول لي سيح شكونه هذا عمك الطاهر باش يغرقنا عم الطاهر هذا رئيس فرقة مسرح الطلعات بالفم والمناء بالله استعليه الثاني أثنان بابا نعم كهو إذا ريتم حاطين الرويس على الرويس لازم ثم نصبة جا ربي صلي عن بينا تحشتنا بنفس ما تخافش يا الله النفس ما عاش تحوك فيك من بيحجيت وزمزمت الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفاعته ما تقوليش انت ايش بتدخل من الشارع بتطش وراش سياتك من قوة العام يا الله الحاجة حاجي حتى هو عبطها شنو اللي ينبيتوا عليه ينصبوا عليه ولاش مغلبة هذي العيشة لا يا الله مش اللي ينبيتوا عليه ينصبوا عليه يا خالتي صفية اللي فيك تردوا فيا يا بابا راهي مزهمة ودي تعرف ولدك علالة كيف يجيبها ايه سحري وبحري وعاري ولابس يا جنوش ويا جنوش ومحلاه بابا كيف زي سريبل هو صحيتك يا سي شحيش لو عاد ولينا من هنا وغادي يا ولدي يزيوكت بكره يبدأ بالشارع يبدأ يضحك ويسيخ وضرس العقل تظهر هو يدخل الدار والراجل يصبح يولي اثنين اخرى ما هو العوادة متاعك نغمتها حرشة يلا أمي أخطى بابا العزيز راهو باب العرش باش يتحل اليوم إيه خلاني الديوان متاعي ما فيش باش نتحل أيوا هاوك عاد هاوك عاد رجعنا لحكاية الفلوس والدحوس وكاو على خاطر أنت ديما تبدأ كيف الوعدة في باب الرزق أنت كيف البير ما يوقع البلاعة اللي ما عندهاش يقع أنت هكاك نعرفك يلا نعرفك بارعة في التهدير والراجل زاد كيف يبدا خالي شغل زاد حتى هو يدور على حوالي ما هو كله منك لويه اه ولا الانتريت نتاعي نجم يعيشني بالفضل اه جاي وكيف يبدا الراجل زعما يبدا عنده حريكه بين يدي ويدخل شويه فلوس زعما عيب ما هو باهي زاد باهي اه غدوي كان صبح في المرمى مرمى هذه مفاجأة سارة يا سي صالح جيت في موضوع هامياتي وان شاء الله ما تخيبنيش لا 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 تهنى بابا وجهه ما يخيبش بالكل عليك وي على ما نعلم وعلى حسب ما نقدر لا لا لو كان نعرفك ما تقدرش ما كنتش نجيك وصدقني اذا كان اقول لك انت الوحيد اللي تنجم تنقذ الفرقة المسرحية متاعي اليوم شو عبده تأييد لكلامك بابا في صغرته خدم في رواية عنتر وكليوباترا وخدم في رواية رومي وجولييت دور قيس بن الملوح العام ويي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 ي
طب ما تعرفش انت يا جو صالح.
المسرح الكل صعوبات ومشاكل. انا اتفقت مع الاذاعه والتلفزه باش الفرقه نتاعي تقدم لهم روايه غديك من استوديو 9 مباشره في الليل، وكل شيء حاضر ان شاء الله. ربي يجيب في الصواب. منين يجيب في الصواب؟ بعد اللي واحد من افراد الفرقه نتاعي جاته مرضى مفاجئ وهو دخل المستشفى. يعجبني انا نجم تعوضه اذا كان دوره قصير. وانا هذاك على جيتك يا سي صالح، خصوصا الراجل يشبه لك ياك في كل شيء. ملك اصوله يده جوج منيح ويطنبوك. عليك عليك يا حسره يا سي طاهر. وقت اللي كنت صغير كنت في النهار نخدم وفي الليل نمثل. اي لا لا لا، ما انا جيتكم ما تخيبنيش يا سي صالح، كنت عايش وانا مستعد باش ندوب لك الكاشي نتاعي. امي صحتك الساعة. سي صالح اقول لي حال، الراجل قصدنا وجينا وانت ما عندك ما تعمل، حد ما فيها بيت كي تحلوا جوانحه. لا وانا يسرني ياسر لو كان ينضم الفرقة نتاعي. وقت ساعة ساعات ياخذ دوير وكما يقولوا حاجة وحويجة. بالمجال حاجة وحويجة، منه هو ما عنده ما يعمل يتلهى في خدمة، ومنه دوير مع دوير مع دوير حصل على برشا فلوس. صحيح. ما هيش مسألة نتاع فلوس يا سي طاهر. كيفاش؟ نقول لك الحق. الفرقة نتاعك قاعدة تقدم في روايات فيها وعليها. بالعكس يا سي طاهر، الفرقة نتاعي الوحيدة اللي قاعدة تقدم في رواية عن المسرح العالمي. كيف البعوض والأرجل القادرة والقبور بلا موتى والفوتان وغيرها وغيرها وغيرها. ورواية الكنبيات زادة. خليني نتفاهم مع الراجل. ولا باش تفاهم معاك؟ لا لا كمل. وسع بالك ما تغشش. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي هذيك الرواية أما حالتها تعبة ولا هي أقوى من مخي؟ وكل حد وذوقه. يا سي صالح ما هو هذاك اللي يقولوا له المسرح الطلاي يعني ولا معقول؟ توا احنا وفينا من الحاجات المعقوله حتى نمشيو للحاجات المش معقوله. يا ولدي زاده والله في شحاشه كيفاش شي شهوه يعملها في عشيه. على كل حال يا سي صالح ما تخيبنيش، وهذا يا الدوي توا هكا شقوا دقوا. هذه الروايه. هذا الدور نتاعك. يعني. هي مش طويليات. لازم تحفظوا من اليوم لغدوة. باهي يا سيدي. يا سيدي جيتك عزيزة. والمؤمن للمؤمن رحمة. ربي يعزك. على كل حال ما لوك موعدنا غديوك الحي قبل بسياتين نتقابلوا في الإذاعة. وما تخليهاش بيا عايش فيه. باهي. نعم العلي. بارك الله فيك. يا سيدي سبخات. يا سيدي لا سلم على الدار. يعيشك الله يسلمك. في الامان يا جمال عبد الله. عايش ولد. ما زيدش نواسيك يا سي صالح. تهنى يا سي صالح في الامان. في الامان. اي. امي. انا شو زاد الحمام؟ طيب الكفار. سي صالح استحوذ على روحك ورد بالك على روحك وطوع لي يمشي فيه تعيش لي لك الدواء. باي 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 باي. الحس تقسم الباي. سادتي نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بعرض الفصل الأول من المسرحية، وسنستأنف الإرسال بعد فترة استراحة قصيرة. ليه؟ زعم أبوك بيخيب ناسي؟ الله لما يزعزع الدنيا يا أبو. حتى الرواية نعرف فيها باهية. ايه الرواية مع البن تعش. الجو مش عاجبني بكل. يا ودي اش عندك فيهم كل شيء معلقة من كرحة. ربي يرضى على شبي بهذا اللي ياكل بشتي قوية. قول عليه درتك في البوشك. ايش عندك؟ معانا تكلم يا سيد. محمد سيدنا محمد جملة. لا انا حسيبك معانا حتى نتوري فيها بسبعك. ويجي منه خلي اكسور الكاكاوية اللي تتناطر ونوريك هدية. مال اخيك من الكلوب وتلحم الزيت. امانة خشين عليك. انا اتكلم في اللي يدقدق في الكاكاوية بتنيها تقول عليه ما كنت حصان وما خلانا نسمع حتى شيء من رعب. انا مانيش في جامعة يا سيد، انا جيت لتيابي. طيب والله كنت نعرف يا سيد جاروشة. جاروشة؟ اي
الياترو عنده حرمة والجامع عنده حرمة. بالله بالله والله لا ربي يكتبهم وتفرق في دوارة المعنى. ربي كلامك مع المي فهمكش نقص من العمار. نقص من العمار هات في بالك يا سيدي اللي انا دافع حق تذكرتي كيفك انت ونعمل ليه فرقي هون من هالتذكرات اللي ما خلتنا نسمو حتى شيء من الرواية ما سمعنا كان ما قلت الكاكاوية تنقيش له قلوب مفغان اللوبان الصغير اللي عاد نسد والله انا ما لك غيرك الاقباح يا اخويا يا سيد اسمع شاري هذا السيد هذا فاهم شو هذا واني معك كله هدايا الغسيل معايا يا اخويا كان فيها ليه كلت راسك طاح على المخدل وكان تستوي شويه محسوبك راكب سيد ليه ماكش راكب لا ما شخيرك عافي مسد عندك الحق ولا نفسي ما نفسياته كي تشم ريحة الفاكهة يجر فيها النوم. هو بالجد هي التعطيلة حلوة لكن ما يجسدهاش الشخير. يا الله قديش الواحد يقعد ساكت ما يقلق. الواحد جاي للتياترو باش يتسلط مش باش يتحدث. يا سبحان الله قديش سكات واحد يحب يعطي كلمة يا اخو كلمة محسوبة يعلق يقول حاجة. لا يا سيدي التعليق بنجي بعض الرواية مش وسط الرواية معامل السيد هذايا. أنت تخاطب من يا أستاذ؟ أولا يا أستاذ أنا مانيش أستاذ أنا علي وندمك طراشي. ظننتك تتوجه إلي بالكلام. نكلم في السيد اللي غبشنا الليلة بالتعليق وما خلانا نسمع من رايح حتى شيء. هذا تطاول واعتداء على الحرية. حاسبي يا الليلة الرجل حاب يعمل لي خطبة ورسوة. تطالبني بالسكوت والرواية تعرف المشاعر وتفجر لا هكا لا عاد الهم فيه ما تختار يا اخوان علق كلمة يظل خير من اللي تتكلفها جملة. شكرا يا استاذ على حسن تفهم. بدي احلف الشكر يا استاذ. يعني يا وليدي هالليلة عملتها وقت يا بخلق العباد كما اشتا وليدي. يكفي يكفي ربي مكتت وهو كيف رفت من رفت الرب يا ديني. العبد من جاهز بدي يسكت عليا. لا يكلمها وما يروح نشاع حرام بالمجد ولدي اسم الله عليه راه وما يحمس لي العوج. ما يقولوها ولدك على ما تربي. قل لي قالوا ليد ما شاء الله وليدك ليه يا عزيز يا بيك ولد بنتي خرج الطفله انت سمعت بالحفله جبتوا معايا اي ما شاء الله عليك يا عيني الروايه كله انا نسمع فيها هيك يتنغم حبيته حبيته ما تغنى عليها بيتها في الدار انت هبط كل من طيب هوني ما شاء الله عليه ما عنده ما عمل اما كيف تتحدث وتوزي القاعده وخلاص مره يمشي ويجي بين الصفوف ومره يبين حرفيك انا لو كان مش نعرف نهنيه اللي يقول لك نجيبه معايا لا لا عوض ما عنده ما عمل وقاعد حليلته حليلته اقل وثقل تتكلم بجدك وش انظر بالله شو اكل جاي بالكلاب اش قلت العروض ديرك لعنه مش عليك يا عيني حسنا فضلنا يحييك يا ميسي خلي شخصك طيبه يكمل عليك بهالصبيه ربي يفرحك بيها يفرحك ليك انا خلك الحق بنيتي ما عملتش مليح كيف جبتها معك يا ميسي ما عنديش كل مخليها بو اخرجيتها كنت عاد انا منحرمش روحي عملت مليح الدنيا فيها نموت وهي صغيره ما عندها ما تعمل ليه حق ما عندها ما عامله مش مليحينها واحنا ما نسمعوش من عليك يلا حط الاغتر جوني على كل حال هي تبكي وانتي ما شاء الله على بنيتي تطرشق في اللوبانه من وقت اللي تخلى على كل حال انا وقت اللي بتاكل نجيب معايا الاولاد لا الويل اولاد الثلاث تجيب لوبانه ما لها معنى سدد وترشق بها العبيد وشدها خدمه بالقلب باليطاش والبخاري سيدتي سادتي نستأنف الآن عرض الفصل الثاني من المسرحية وشكرا. من الرموقة يا سحاق خرج الصح على بلادي وما في عينه بلا ما تنفعوني في الزبوع إلا ما العشش ولا ما نخليه عس ببقو اتفضل
مساء الورد والزهور يا وجه السعادة. على سلامتك في صالح. تفضل. هذه باقة نعبر لك بيها عن عواطفي وشعوري. وشعورك أذكى من الورد وأجمل من الياسمين. أوه هذه نغمة ما فرحتش بيها طول عمري. ليلة حلوة ما تحسكش بالعمر. كلامك نغمة موسيقية تعزف فيها على مندولينة حياتي. وحكيتك ثقفين على العود مزق فيها في أمطار حياتي. هذه جنة ما كنتش نحلم بها. الجنة في بعدك كلها عذاب وجحيم. زعم يجوز الدهر سعادة مثل هذه؟ السعادة عندي أنا في قربك. احنا الاثنين يا سعاد كينا مخلوقين لبعضنا. وذيك علاش بعد عمر طويل لقينا بعضنا. سعاد سامحني اذا كان عواطفي غلبتنا. وانت زاد اغفر لي اذا كان مشاعري خلصت. يا ليتها خيانه ما تعرفش نهايتها. يا ليتها عواطف المال يغذيها ويكملها. عواطف عواطف خلتني نبيع عليك الدار والعلي والمخزن. سوا كملنا هنا وتمت سعادتنا. يرحمهم اللي قالوا المال سلطنة والصغر دولة. يا ريت سلطنة مجنون ودولة مجنونة. سعاد ظهر لي فيك متغدى ولا خايف؟ خايف على حبنا بالضياع. حتى قوة في العالم ما تنجم تضيعه. عزوزة شنطة غدوة من الأيام نتخلص منها. زعما تنجم تتخلص منها كل عزوزك الجنب هو حطبة خارفة نطلقها ونرتاح منها. يا بنتي قاعدين نمثلوا على سلف جاحة. عزوزة وخافة وندرشلوها اللي قلب المصوبي بتحلم بيها. يامي يامي رانا نمثلوا بلاش مثلوا. مين الصوت قالك يا لليانا نوندي؟ يا مصفارة يا عقرب الحيوط. بسم الله الشعبة مشومها. الشعبة مشومها. ايه ربي يقول. يعني ما تحشمش يعني ما تشعرش حلوة ولا قاتك شعبة ما اسمع يا لي شوف. والبخاري والبخاري الا توا انا وياك قدامك. شعبه انت اللي تخوف ها وانت وجهك كاينه كاينه حرموله كاينك قطوس مرمي. يا ولدي حليفه شدوا ماما حلوني واقع في قلبي يعني يا ولدي. يا تراكي الكلام الكل ماهوش بالحق. دور بغافل انت الكلام اللي قاعد تخرج فيه كل من جواح قلبك. يا امي بابا فاش جا هذاك تمثيل واختي هاني في وجه الضوء. هذاك ضوء البروجيكتور يعني ما تفهمش. يا ولا حال والناس قاعدة تتفرج. الناس قاعدة تتفرج انتم ما خليتوني ضحكة وانا والله لما خليكم فرجة زي ما تفهمش. ليلة ليلة واش تحيا خليه يا امي يهديه. كل الفوق اللي ولا تفتح على طرفه فيه. جرتك ولا راني قاعد رايب لابس عليا. عاد انا ما حطيتكش سيادتك عظامك ما هيش قاعد سوا اللي ترعب. يا ربي مالك شكون باش ينقذ الموقف؟ يا مذيع يا مذيعة انت عاد تلبس شهر. توا استنى وهاش اليوم اللي قاعد نضرب دولي عم الزين.
شاي يا بابا حتى كلمة ما كتبوها على رواية. حتى هي رواية هايلة. لو كان يمسوا دارهم كتبوا عليها. ملا ليلة وملا هي. رقيتها ولا صابون. بهي ولا. التوى ما حبيتش تفهم اللي التمثيل ما هوش بالمجدة. آه. يا بابا والله ساعات الواحد يضيع بين الجد واللي مش جد. والله قلت الحق. وبالمجد وشكون يعرف؟ ساعات قضايلها غازلة ولا شي بالمجد زادة. فقط انتم واحد يتحي والاخر يزكي. وكل كلام يا سيدي وكل كلام اللي خرج فيه كانه جوهر هكا مصرفط على بعضه. اللي انا توا عمري الكل عديته معاه حتى مره ما فرحني بكلمه منه. يا ناري يا ناري. نخمم على الراجل اللي فسدنا له روايته. انا قاعد نخمم على الفلوس بتاع الكاشيه اللي اتهمتوا فيها واذا به صار في فرض سماك امي. وبرمشوا بشكون؟ ممكن عدتوه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا سي طه حصل الله يدرك يا سي طه. وانت يا تراكي حقيقه كانت خاتمه في منتهى الروعه. غلبه ايش؟ نعم رايحه. شو رايح؟ والمفاجاه غير متوقعه. وهذاك هو المسرح الطلال ولا معقول؟ وهذاك علاش انا جيت باش نعبر لكم على سروري وشكري. بارك الله فيك حاصل يا سي طلحه. واو نعلمك اللي راني زدت حويجه فوق الكاشي نتاعك. واو باش تبدا فرحان. اتفضل. لكن يا سي طاهر التعزقه ما كانتش مكتوبه في الروايه. وهذاك اللي زاد في الروايه روعه. ملا لعبه. صرنتوا مسرح الطلعات هذا تخلويط في تخلويط. والشيء اللي مش معقول يجيب له فلوس دوبل بيع الدوبل. ما لا تعرفش كيفاش. اي نعم. كيف ولات الشنعة تجيب له فلوس. بالله ما لا يا سي طهر. خوك صالح ما تنساش اقرا حسابه ساعة ساعة في دوير. ويدير فيهم حطينا معاه. باهي باهي يا سي طهر. بعد الشنعة تجيب له فلوس. مختار. اي نعم. وانا ما تنسانيش. شوف لي حتى مخرج في التلفزة. حتى مخرجك. ماما تراكي نحس مليح. سيدي تراكي مليح. تراكي تراكي مش مليح.